نشوف دلوقتي الموضوع الجديد على طول هناخده. ده بقى موضوع هيريحك وهيحل لك كل ده، حلال العقد. خلاص خدنا أسئلة ما بعد الاستفتاء، وخدنا بعده ثمن جورج إسحاق خد نصيبه، وخدنا بعده الهروب للعاصمة وحضرتك عرفت هيخلو وسط البلد، ودلوقتي ناخد الكتالوج الروسي. ايه بقى الكتالوج الروسي ده بقى؟ أتاري انت وانت نايم في الدورة في ناس بتحرك الحاجات وبتاع وانت نايم وعمال تحلل. الاول نشوف خبر كده عجيب في الصحف السودانية، بيقول البشير يبكي بحرقة في محبسه. قالت صحيفة الركوبة السودانية أن الرئيس المعزول عمر البشير بكى بحرقة عندما سمع من ينادي بالرئيس المخلوع. ونقلت الصحيفة السودانية عن مصادر خاصة بها أن ما يتسرب من أخبار عما يجري داخل سجن كوبر حول البشير وبعض رموز المعتقلين شبه مؤكد، لكن مصدر تسربها ليس من الضباط أو العاملين في السجن بل أهالي وأقارب المعتقلين. وقالت أن تدهور صحة البشير بسبب الاكتئاب الشديد الذي تعرض له عقب دخوله السجن وما لا يزال حتى الآن لا يصدق أنه سجين، مؤكد أن كل ذلك تسبب في إصابته بحالة من الوجوم والذهول أثرت على وضعه الصحي، وبعد ذلك تم نقله لمستشفى رويال كير. وتابعت المصادر أن أكثر ما وجع البشير وألمه وزجه في القسم الخاص بالمعتقلين السياسيين اللي بيخضع لحراسة شديدة من رفقاء السلاح في الاستخبارات العسكرية، وهذا آخر ما كان يتوقعه وفقا للصحيفة. عزيزي المشاهد، لو بتحبني لو بتحب ربنا ما تصدقش الحاجات دي. كان جدي يقول لي الملك فاروق كان فيه صحة يخبط الجدار بإيده كده يوقعه. فلما كنت انت عايز صغير تقعد بقى تتخيل الملك فاروق ده حاجة كده زي الغوريلا كده، يعني حاجة. ليه بقى الملك فاروق كده؟ يقول لك لأنه كانوا يجيبوا له الخروف يعصروه في كوباية، الخروف يعصروه في كوباية ويدهوله. وبعدين كان يقول ايه، الشيخ قال له مش عارف ايه، شيخ زعل معاه او راح ضربه على نافوخه وسقط نافوخه. كلام هكس. مشي بقى الملك فاروق، فكان ابويا يقول لي او العيال في سننا تقول لك لو انت ابن جمال عبد الناصر تنط من الحيطه دي. ما تعرفش ان عبد الحكيم عبد الناصر كان بينط من الحيطه مثلا سوبرمان او الراجل العنكبوت، ما تعرفش يعني. بعد يعني ايام السادات كان يتقال ان السادات بيشرب الحشيش في البايب، وكان في صيدليه في شارع مراد اسمها صيدليه شوقي، ما عادش موجوده لحد دلوقتي ولا لا. على فكره شارع مراد اتغير بقى اسمه شارع شارل ديغول تقريبا، بس الناس لحد دلوقتي يقول لك شارع مراد، يعني الناس عندها ذاكره مجتمعيه كده ملهاش دعوه. المهم يعني فكان الناس تعدي زمان ايام السادات عنده القصر الفيلا بتاعته اللي على النيل الناحيه الثانيه عند مجلس الدوله كده، فالناس تعدي يقول لك ايه، وبيشتري الحشيش من عند صيدليه شوقي كمان. طبعا انا ما بقولش دي اشاعه، انا بقول دي اشاعه رسميه يعني مع الاعتذار لصيدليه شوقي. فالحقيقه الكلام ده كلام لما بقى مبارك اتحبس برضه قال لك مبارك مش عارف ايه ومبارك مش عارف ازاي وحاجات. فدي اخبار كده اللي هي ايه، ناس عايزه تعمل جو فيقول لك البشير بكى بحرقه. ليه؟ مين اللي قال لك؟ وعليه الهجوم والصدمه. ليه ما كانش يعرف؟ خدوه من بيته على الانقلاب يا عم، بطلوا العبط. فعشان كده ما تصدقوش الكلام ده الحقيقي حاجات دي. لكن الحقيقه المحزن في الحقيقه مش حاله البشير سواء الصحيه او النفسيه، لكن المحزن ان بقت في بوادر انقسام في الجمهور السوداني. وهنا المشكله انه فجاه يطلعوا الجماعه الشيوعيين مثلا او الماركسيين يقول لك اول حاجه هنعملها لا دولة إسلامية، كأنه يعني خلاص إيه استتب الأمر وخلصنا الدولة وعملنا الدستور ومشينا كل أزناب والمجلس العسكري مشي والإمارات ما اتدخلتش والسعودية كأن الدولة خلاص اتعملت. أول حاجة لا وجود لدولة إسلامية. فالإسلاميين في السودان والشعب السوداني متدين فعلا، أنا رحت وعارف بقول إيه، متدين بجد. ف
فالإسلاميين في السودان يعني أنا رحت والله العظيم لفنانين تشكيلين سودانيين وأنا ما أقدرش أقول الأستاذ أنس العاقب وهو أستاذ في كلية فنون جميلة الخرطوم لما رحت شفت مناهجهم في الفنون الجميلة مناهج إسلامية ما عندهمش الموديل العاري ولا الموديل أصلا وقعدت يعني هزر يعني يا جماعة هو أنتوا تدرسوا فنون تشكيلية أغلب الفن عندهم هو الخطوط الخط العربي والحاجات دي ما علينا يعني مش مشكلة بس قصدي أقول إن هم الشعب السوداني متدين بفطرته هو كده ربنا خلقه كده فيطلعوا بقى يقول لك الشيوعيين ايه لا وجود لدوله اسلاميه زي خالد منتصر التفهين العرب اللي بيدعوا ان هم مثقفين ويوسف زيدان وغيرهم يا اخي الله يخليك انت اعمل الدوله الاول وبعدين بقى اعملها اسلاميه ولا مش اسلاميه المهم يطلع يقول لك ايه الدوله مش اسلاميه فالجماعه الاسلاميين يقعدوا ساكتين هذه الدوله ويجب ان احنا نبتعد عن الاسلام في الحاجات طيب لو الاسلامي بقى السوداني سكت يعني عنده مشكله ان هو اما انه يقف يدافع ويقول يعني انت ايه بتتشرط عليا ليه او انه هو يسكت وخلاص ويبيع الموضوع عنده يعني معلش يا اخي ماركسي زي ما انت حرقاك الماركسيه اللي ما لهاش علاقه بماركس اصلا الماركسيه الصينيه او الماركسيه الروسيه اللي هي لا علاقه لها بماركس اصلا والله لا علاقه لها بماركس زي ما انت حرقاك المبادئ بتاعت الماركسيه الصينيه دي او الروسيه بتاعت ستالين هو برضو الاسلامي عنده عقيده انت ليه عايز الناس كلها تبقى ماركسيين زيك زي خلقتك الاخ الشيوعي نفس القصه الاخ بقى اللي هو بتاع فرنسا اللي هو ايه خالد منتصر الفرانكو بقى الجماعه الفرانكو عرب اللي هم شايفين فرنسا عاصمه النور الغريبه تقعد مع فرنسويين بيضربوا ماكرون بالجزم بس عندنا خالد منتصر يعني ويوسف زيدان بقى الفكر الفرنسي عقده المهم دول بقى عايزين يفرضوا ارائهم وعايزين يمنعوا الاسلامي انه يطلع يدافع عن لا يقول لهم لا الدوله دي اسلاميه على كل حال ده المازق بدات تتلعب اسفين ايه بقى هي دوله علمانيه ولا دوله مدنيه ولا دوله اسلاميه ولا دوله ملوخيه قبل اي حاجه يعني احنا لسه اصلا لم تنتصر الثوره السودانيه ده بدايه الخلاف ما بين الحقيقة أو بوادر انقسام ما بين الشعب السوداني بعد دعوة شيوخ لمظاهرة مليونية لتطبيق الشريعة وهم اضطروا يعملوا كده أنا مش بدافع عن حد بس طالما الإسين اتضرب بقى فأصبح الإسلاميين في السودان مطالبين بموقف التلفزيونات كلها فاتحة شاشاتها للعلمانيين والماركسيين طب إحنا كمان بقى لنا الشارع شوف اتفرج منبر أقول أيها المسلمون بأننا ندعو في يوم الاثنين إلى مسيرة إلى حشد نتوجه به إلى ميدان الشهداء مسيرتنا من أجل الله في ذات الله انتصارا لشريعة الله معذرة إلى ربنا ولعلهم يتقون هل خرجتم من أجل أن تحرروا الدولة من الدين كما قال قائلهم هل خرجتم من أجل أن تفرض على الناس قوانين تصادم هويتهم وتعارض دينهم هل خرجتم من أجل تنحية شريعة الله عن الحكم إن دم السوداني خط أحمر كما أن ديننا خط أحمر لا تساهل ولا تسامح في دم ولا تهاون ولا تهادن في دين
الحقيقة يعني بعد ما دعا الشيخ عبد الحي يوسف الدعوة دي بكرة المليونية، قعدوا النهاردة من شوية مع المجلس العسكري أو قيادة المجلس العسكري أو حديدته ده بتاع المجلس العسكري، وتم إلغاء المليونية دي. وهنا المشكلة إنه المجلس العسكري السوداني هيبدأ يلعب دور الأب، اللي هم إيه، عيالي مجانين أعمل لهم إيه، أروح بيهم فين؟ العيال اليساريين مجانين ومتهورين، والعيال الإسلاميين يعني، وأنا كمجلس عسكري أبوهم أروح منهم فين؟ فهم إدوا للمجلس العسكري فرصة إنه يلعب دور الجاد فازر بقى، الأب الروحي. بدري، لسه بدري، يعني لسه بدري على إنه أنتوا، بس ده السفين هتعرف سببه فين. ده بقى اوعى بس، الله يخليك اصبر، هتعرف ليه بقى السبب، مين السبب في الحب، القلب ولا العين، هتعرف. اسمع كلام الدكتور البلدعي بيقول ايه. رسالة واضحة من السودان والجزائر، ضرورة رحيل القيادات القديمة مدنية ولا عسكرية كله، ونقر السلطة دون تلكع. يعلمنا التاريخ ان اي انشقاق في وحدة الصف بين قوى التغيير في تلك المرحلة الدقيقة وكعب أخيل الثورة والمدخل الذي تنفذ منه الثورة المضادة. كلام رائع جدا. وكعب أخيل دي أسطورة عن أخيل ده اللي كان فارس كبير ومحدش بيغلبه وبتاعه، وبعدين في الآخر اكتشف نقطة ضعفه، على حكاية زي حكاية شمشون كده لما اكتشفت نقطة ضعفه في شعره والجو. أخيل بقى كان فارس بقى في الأساطير القديمة، بس اكتشف النقطة ضعفه كعبه، فلما اتضرب من كعبه وقع البطل الكبير. فعايز يقول لهم يعني أرجوكم مشوا القيادات القديمة دي خلاص، يعني زي بيقول علاء بيومي كده، رحيل القيادات دي كلها، وانتوا انتبهوا في الوقت ده. الاسفين اللي اتضرب بينكم ده، إسلاميين أو ماركسيين أو حتى بلادين أو أي حاجة، يعني ده المدخل اللي هتخش منه الثورة المضادة. ده كلام أنا مع الدكتور البرادعي جدا. الحقيقة فجأة أو يعني خبر تاني بيقول اهو، مجلس سيادي مختلط من المعارضة والعسكر. ده كلام بيتقال يتوجه تجه السودان إلى مفترق جديد قد يمهد لحل الأزمة القائمة منذ الإطاحة بعمر البشير، وما تبع ذلك من خلافات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة ممثلة بتحالف الحرية والتغيير عبر الإعلان عن اتفاق على المجلس السيادي مختلط بين الطرفين. وده حصل حل وسط يعني بين سعي المجلس العسكري لإبقاء وجوده له في الحكم وبين المعارضة. يعني ايه؟ يعني دول ماسكين في المعارضه ماسكه في حكومه مدنيه، والمجلس العسكري ماسك انه يقعد، فلقوا الوسط يعني ايه، على طريقه يعني نص من هنا نص من هنا. هذا التطور بدا جاء بعد مفاوضات بدات السبت في القصر الرئاسي في الخرطوم، تميزت باجواء ايجابيه وبقيت المعارضه. بس انا بقى هسجل اعتراضي هنا، وافتكروا في فيلم عبقري اسمه ذهب بتاع انور وجدي وفيروز، لما راحوا لشفيق نور الدين البقال وقال له نقسم الجبنه، هي البنت فيروز قالت له انا اخد الحته دي وانا اخد حته من هنا، هنا زائد هنا، ناخد الحته دي ناخد الحته دي. هي القسمه كده، قسمت على طريقه فيروز، يعني نص مجلس مدني ونص مجلس عسكري. اخاف تطلع فيروز في النص تقول لك طب ناخد حته من هنا ناخد حته من هنا. طيب اذا افترضنا، عشان بقى اقول لك الحكايه رايحه فين، اذا افترضنا ان يحصل مجلس نص مدني نص عسكري، لازم فيروز تطلع هنا. تجنن فيروز، تجنن في الفيلم ده. ماشي، شوف بقى مين المدني. افكار اماراتيه سعوديه مصريه بديله للتحكم بالسودان. كشفت مصادر مصريه رافعه المستوى عن تحركات جديده ستشهدها الايام المقبله من قبل التحالف المصري الاماراتي السعودي تجاه السودان، في إطار محاولة لإنقاذ المجلس العسكري الانتقالي ودعمه في مواجهة المحتجين المطالبين بتسليم السلطة للمجلس المدني. المصادر قالت للعربي الجديد إن استقالة كل من رئيس اللجنة السياسية في المجلس الانتقالي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، ونائب مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب وعضو الشيخ الطيب كذا، جاءت بتنسيق بين قيادة المجلس والتحالف الثلاثي في محاولة لتهدئة الشارع. بعدما استشعرت دوائر صناعة القرار في الدول الثلاثة مصر والسعودية والإمارات صعوبة الموقف في السودان وإمكانية تفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة، إذن مصر والسعودية والإمارات أكيد يعني هيحضروا دور، يعني ناس لطيفة تلعب دور مدني. يبقى فيروز جات،
مش احنا اللي بنقول كده، وول ستريت بتقول ايه؟ السعوديه والامارات تلعبان دورا كبيرا بالسودان لتعزيز مصالحهم الاستراتيجيه. قالت صحيفه وول ستريت، احنا مش احنا، ان قوتين اجنبيتين متحالفتين مع الولايات المتحده تلعبان دورا كبيرا بالسودان لابعاد ايران وتركيا وقطر عن الساحه السودانيه. واشارت الصحيفه في تقرير لها ان الامارات والسعوديه شايفين الاطاحه للجيش السوداني بالرئيس السابق فرصه لتعزيز مصالحهم في القرن الافريقي، وتطمح الدولتان من وراء تعزيز مصالحهم الى ابعاد ايران عن البحر الاحمر وتقويض الطموحات القطريه والتركيه والاحتفاظ بالسودان الى جانبها في حرب اليمن، وذلك نقلا عن مسؤولين خليجيين دبلوماسيين وغربيين. فاينانشال تايمز بتاكد نفس الكلام وبتقول ان السعوديه والامارات برضو النجاسه ومصر تسعى لعرقلة الانتقال للحكم المدني بالسودان. قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن السعودية والإمارات بدأتا تخوضان في الشأن الداخلي السوداني بدعمهما لمجلس العسكري الانتقالي بهدف عرقلة الانتقال للحكم المدني، وقالت أن حزمة المساعدات المالية والسلعية اللي راحت من الدول ده والتي تبلغ 3 مليار دولار خففت الضغط على الوضع الاقتصادي وعلى المجلس العسكري الانتقالي، لكنها أغضبت السودانيين المعادين لأي دعم أجنبي. وأشارت المطالبة الشعبية أمس بتسليم الفور لإدارة مدنية قائلة أن المساعدة من الدولتين الخليجيتين مهدت الطريق لمعركتين بين الجيش والشعب. كما نسب تقرير الصحيفة إلى المدرس المتظاهر أمين محمد قوله أن هناك ثلاث قوى تمنع الانتقال لحكم مدني في السودان: السعودية، الإمارات، مصر. عشان كده السودانيين للمرة المليون يعملوا مظاهرة قدام السفارة المصرية في السودان ويقولوا الكلام ده. الحقيقه النداء بتاع قول السيسي ده السودان وانت حدودك لا اسوان، انا مش متفق معاه. وهذا الشعار الحقيقه يعني في الشعب المصري هيتضايق منك، يعني يا صديقي السوداني اسمع بس كلامي. يعني اذا كان سلوجان حلو وعجبك قول للسيسي ده السودان وانت حدودك بس اسوان، عجبك تمام، بس انت هتفقد تأييد الشعب المصري ليك وحبه ليك. وما تحطش السيسي على المصريين، ده انجس خلق الله في المصريين والله العظيم، لو دورت في مصر ما تلاقي انجس من السيسي واللي بيحبوه، انجس خلق الله مسلمين ومسيحيين. فما تدخلش السيسي في مصر، زي ما احنا ما دخلناش عمر البشير يا راجل في السودان. يعني الشعب السوداني من اطيب الشعوب، لكن انت كنت جميل. يعني في لحن ارقى واحلى من يا سيسي يا حشري خليك في الكشري؟ ده جميل جدا والله، حتى النطق فيه حلو.
والله. معلش يا مسعد، بناء على رغبة الجماهير نسمع اللحن يا سيسي يا حشري خليك في الكشري. نسمع كده. على فكرة يعني اللحن حلو جدا، عجبني بصراحة، والنطق اللهجة حلوة. يا سيسي يا حشري خليك في الكشري. وانا عجبني كمان وعي السوداني انه بدا يوعوا ان الراجل ده نجس وضرب ايده في السودان، فيعني كويس جدا. لكن داخل السودان اضراب في جهاز الشرطة السودانية، بدا ضباط في الشرطة السودانية اضرابا مطالبين بتنظيف الشرطة من سيطرة النظام البائد وفق ما افاد به تجمع المهنيين السودانيين الاحد. وقال التجمع في منشوره على فيس بوك أن المضربين هم عناصر من رتبة نقيب فأعلى بيطالبوا بمحاسبة المتورطين في فتح المخازن الشرطة ومنح زيها الرسمي وعربياتها للميليشيات الخارجة عن القانون. وأكد المضربون على ضرورة الحفاظ على الشرطة كجهاز قومي مهني يخدم الشعب والوطن وليس الحزب والسياسة. وطلب التجمع المهني السوداني المواطنين بدعم مطالب المضربين والتعاون مع الضباط وضباط الصف وجنود الشرطة المضربين حتى ننعم جميعا بجهاز شرطة مهني بيخدم الشعب والدولة والقانون. الحقيقة ليا صديق ناصح شويتين. صديق الناصح ده قال لي ان الاتحاد الافريقي الحقيقة ضد فكرة الانقلابات العسكرية، وشوف عمل ايه الاتحاد الافريقي مع الانقلاب في مصر. فبيقول لي صديق الناصح ده انه عشان كده السيسي راح جمع شوية عواطلية من على القهاوي في افريقيا وعمل بيهم قمة تشاورية، وراح عمل القمة التشاورية دي وكان الاتحاد الافريقي قال للمجلس العسكري السوداني تسلم الحكم في 15 يوم. السيسي ادرك انه هو في خطر بيحصل عليه، فلم شوية عواطلية افارقة ضرب بيهم مهلة 3 شهور للمجلس العسكري، وبكده ضرب الانذار او الوقت اللي حدده الاتحاد الافريقي. انا بهدي لصديق الناصح ده اللي هو عارف نفسه دلوقتي من ورا الشاشه، بهدي له موضوع عاملاه احدى المواقع الاخباريه عن تاريخ الاتحاد الافريقي مع الانقلابات، مش تاريخ يعني مع الحاله المصريه تحديدا. الموقع الحقيقه يا استاذ الناصح عمل بيان كده الاتحاد الافريقي عمل ايه مع الانقلابات، عشان تعرف ان كله في البزراميط، كله في المواني. نشوف كده كله في المواني الاتحاد الافريقي مع الحالة المصرية في الانقلاب كده. الاتحاد الافريقي وتعامله المزدوج مع الانقلابات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط. اسس ومبادئ الاتحاد الافريقي. اصدرت منظمة الوحدة الافريقية سلف الاتحاد الافريقي اعلان لومي الذي أكد احترام القارة للحكم الدستوري وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ينص القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي على إدانة الاتحاد ورفضه لكل التغييرات غير الدستورية في الحكم. يمنح القانون التأسيسي للاتحاد كذلك الحق للتدخل في أي دولة عضو في ظل ظروف خطيرة. يملك الاتحاد الإفريقي من خلال الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم السلطة لمعاقبة الدول الأعضاء، وذلك بعد وقوع انقلاب أو تمرد يطيح بقائد منتخب ديمقراطيا أو في حال رفض قائد حالي مغادرة الحكم بعد خسارته الانتخابات. نماذج انقلابية توضح مدى مصداقية الاتحاد في تنفيذ مهامه. في عام 2013 اختبرت الأحداث في مصر التزام الاتحاد الإفريقي في تنفيذ مهامه التي أسس لتطبيقها بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي
أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي أن الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا لا تتوافق مع الدستور المصري. علق الاتحاد الإفريقي مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي حتى استعادة النظام الدستوري. أعاد الاتحاد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد بعد انتخاب الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي عام 2014. بدأ أن الاتحاد الإفريقي حاسماً عند رده على محاولتي الانقلاب في بوركينا فاسو عام 2014 وبروندي عام 2015، لكن بعد عزل الجيش في زيمبابوي بموغابي من السلطة أدان الاتحاد الإفريقي في البداية تلك التحركات، ثم سرعان ما تراجع عن ذلك. كان رد فعل الاتحاد الإفريقي على إداحة موغابي أقل قوة بكثير مما حدث مع بوركينا فاسو وبروندي. كيف سيتعامل الاتحاد الإفريقي مع انقلاب السودان في ظل التدخل المصري؟ البشير ليس إلا أحدث زعيم إفريقي ممن يتولون سلطة منذ زمن طويل يسقط في الآونة الأخيرة. أصدر مجلس السلم والأمن الإفريقي بيانا ينص بشكل جازم على أن إزاحة البشير تعتبر تغييرا غير دستوري في الحكم، وطالب الجيش السوداني بتسليم السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما، وإلا سيعلق عضوية البلاد في الاتحاد الإفريقي. اللافت أن الرئيس الحالي للقمة الإفريقية الجنرال السيسي كان له تحرك مختلف عن الاتحاد الإفريقي، حيث عقد قمة إفريقية مصغرة بشأن السودان وأصدر قرارا بمنح مهلة لمدة 3 أشهر للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين. قرار هذه القمة بمنح المجلس العسكري 3 أشهر لتسليم السلطة فعليا أفرغ قرار الاتحاد الإفريقي من مضمونه. الحقيقة يعني عندي خبر كويس من السودان يعني، لكن خليني أكمل مع حضراتكم عشان تعرفوا ده تاريخ الاتحاد الإفريقي مع الانقلابات، وبالتالي الجلسة التشاورية اللي عملها السيسي الحقيقة يعني، لكن في خطة اتعملت عربي بوست نشر عنها، اتعملت مع البشير بالتعاون مع روسيا عشان تجهد الثورة أو الحراك السوداني، والخطة دي فيها كتير من اللي حصل في مصر. يعني فاكر انت الراجل لما اتقال على ثورة يناير دول قاعدين ولاد وبنات بيحبوا بعض في الخيام وبتاع، فاكر القصص دي؟ ده طلعت الهبل ده حقيقي، والهبل ده مصدره روسيا، مش انا اللي بقول كده ولا عربي بوست عشان ما حدش يتهم. سي ان ان نشرت شهادة بتقول ان في غرفة عمليات اقيمت في احدى الدول بملياردير روسي تدير الحراك الإعلامي، الحراك السوداني إعلاميا، وتتهم المتظاهرين السودانيين عن طريق أنها تدس جواهم ناس رفع أعلام المثليين الشواز يعني، تجيب ناس يتكلموا بشكل ديني متخلف وتقول أن ده مش الدين الإسلامي اللي السودانيين عارفينه، وبص المتظاهرين بينهم شواز، وبص لمحاولة لتشويه الحراك السوداني. ده السي إن إن اللي بتقول ليه السودانيين، ده بالظبط اللي حصل في مصر في 30 ثانية كله. وانا بقى بمعلومة عارف ان يعني عرفت ان كان في غرفة عمليات في الاتحادية من جماعة روس كانوا بيديروا ما قبل 30 يونيو و 30 يونيو وبعد 30 يونيو. نشوف بقى السي ان نشرت ايه بقى السي ان ان. التدخلات الأجنبية لإفشال الثورات العربية والحفاظ على حكامها، التهديد والتخوين. وفقا للوثائق التي نشرتها CNN، وضعت شركة MNtvest الروسية خطة لتشويه وقمع الاحتجاجات السودانية كالتالي: نشر مزاعم بأن المحتجين يهاجمون المساجد والمستشفيات، وخلق صورة للمحتجين باعتبارهم أعداء للإسلام والقيم التقليدية عن طريق زرع أعلام المثلية الجنسية بينهم، واقترحت تنفيذ حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن إسرائيل تدعم المحتجين. كما أوصت الشركة باختلاق أدلة على إحراق المتظاهرين للمساجد والمستشفيات ودور الحضانة وسرقة الحبوب من المخزون العام، بجانب إلقاء اللوم في خروج الاحتجاجات على الغرب وادعاء تنظيم حرب أهلية في السودان. وفقا لما تم نشره إبان الثورة المصرية، ظهرت عدة مزاعم تفيد بأن الثوار في ميدان التحرير ممولين من جهات أجنبية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد،
المحتجين حصلوا على مبالغ مالية ووجبات كنتاكي من أجل المشاركة في التظاهرات. المشاركين في المظاهرات ينفذون أجندات أجنبية لصالح الأنظمة الغربية. بعد الانقلاب العسكري تم اتهام المتظاهرين بميدان رابعة بممارسة جهاد النكاح. وصف المتظاهرين بميدان رابعة بالمسلحين رغم فض الاعتصام وسقوط المئات من القتلى. الرشاوى والأساليب المضادة والوعود. اقترحت الشركة الروسية طرقاً لتحسين صورة الحكومة السودانية عن طريق التوزيع المجاني للخبز والدقيق والحبوب والمواد الغذائية وعمل دعاية لذلك على نطاق واسع. إقدام الحكومة على التظاهر بالحوار مع المعارضة وتظهر انفتاحها بغرض عزل قادة الاحتجاج عن المحتجين وكسب الوقت. تنفيذ عمليات إعدام علنية للصوص وغير ذلك من الفعاليات المذهلة لتشتيت الجمهور النازع للاحتجاج. وعد الحكومة الشعب ببناء المزيد من المدارس والأندية الرياضية والمستشفيات وتطوير البنية التحتية. وعود بزيادات في المرتبات من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطن السوداني. وعود مبارك بعدم الترشح مرة ثانية وعزل الحكومة وتعيين حكومة جديدة برئاسة أحمد شفيق. افتعال أزمات نقص البنزين وقطع الكهرباء لفترات طويلة في عهد الرئيس محمد مرسي. دعم حملة تمرد والسماح لها بمناهضة حكم الرئيس المنتخب وحشد الجماهير لإسقاطه. ادعاء الجنرال الانقلابي أنه جاء لحماية إرادة الشعب وصيانة حقه في اختيار الحكام. وعود السيسي بصنع شبكة طرق تربط البلاد ببعضها وزيادة المرتبات لتحسين الحالة المعيشية للمواطن. تزوير الاستحقاقات الانتخابية والتصويتية لصالح النظام العسكري وزيادة تغلغله في مفاصل الدولة. طيب، على كل حال بمعلومة ومن مصدر يعني أنا ما أقدرش أقول اسمه، لكن داخل قصر الاتحادية في أحد الأدوار كان هناك فريق روسي بالكامل، وكان الحقيقة عنده واللي عمل بشرة خير ده كان تحت إدارة الفريق الروسي اللي عملوا كل القصص بشرة خير والتانية قول لابن عمك الصعيدي والحاجات دي كل، والتاني بتاع اسمه الجسمي. كل هذا الإنتاج، كل هذه الحوادث، كل هذه الإشاعات كان بيديرها خبراء روس داخل قصر الاتحادية. وأنا بقول لحضرتك ده والله والله بمعلومة، أنا بس مش مصرح ليه أقول اسم صاحبها، لأن هذا الرجل كان يعمل وقتها في قصر الاتحادية وقال لي بالنص طلعت فوق، يعني عمل فترة طويلة، يعني قال لي اكتشفت بذهول أنه في خبراء روس. فلما سألت بيعملوا هنا قال له ما تسألش، بيعملوا حاجة يعني كده. وقام بيقول في بعد كده بدأت أطلع لوحدي بقى، فلقيتهم بيشغلوا لي أغنية حسين الجسمي وبيقولوا له بقى إيه رأيك دي هتلم المصريين بقى وبتاع، وبيقول له مش عارف على أغنية تانية بتاعت بشرة خير دي وبتاع، يعني الحاجات دي يعني. فبيقول اكتشفت ان الناس دي مسؤولة عن إدارة إعلام 30 يونيو، خبراء روس. السي ان ان نشرت ان ده اللي كان بيحصل في السودان. على كل حال خلينا نشوف الفيديو جراف ده، ملخص خطة البشير بالتعاون مع روسيا لإجهاض الثورة السودانية. قبل ما نطلع فاصل عشان بس هنجيب الملك سلمان الأباحة، الراجل ترامب قال له كلام أباحة بعد شوية هنجيبه يعني ما تمشيش. انما قبل ما اطلع فيديو جراف انا بس بأناشد الاخوه في السودان، ماركسيين شيوعيين اسلاميين ايا كان ملتهم، ارجوكم ارجوكم اتعلموا مننا. زي ما قال الدكتور بردعي، المنفذ الثقب اللي بتخش منه الثوره المضاده هي فكره هي دوله اسلاميه ولا علمانيه ولا مدنيه. الاول اعمل الثوره، اكسب يعني، طهر البلد من الفساد في الشرطه والفساد في القضاء، فساد اللي ضارب جذوره من 30 سنة من أيام عمر بشير، طهر البلد خالص، وبعد كده الشعب يختار اللي عايز يختاره. إن شاء الله يختار ملاحدة تحكم، إن شاء الله يخلي دستور السودان دي دستور علماني، هو حر. ما تقعدش تفكر أنت في مصالحك، فكر طهر البلد، اعمل استفتاء قوي جدا شفاف جدا بقضاء محترمين بشرطة محترمة بأزباط جيش محترمين، ودول موجودين في السودان، بناس تشرف على الانتخابات، وخلي الشعب يختار هي دولة إسلامية ولا دولة وإن شاء الله حتى خليها دولة يهودية، هو حر. ومين اللي يحكم؟ إنما أنتوا الله يخليكم اتعلموا مننا وبلاش، ومشوا المثقفين بتوعكم الكبار دول. خلينا نشوف الفيديو جراف ده عن خطة البشير مع روسيا لإجهاض الحراك بتاع السودان، ونطلع فاصل ونشوف بقى ترامب شتم إزاي الملك سلمان.